عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو اليوم أنوطخ جوغ، رانا في وهران إكزاكتومون عند خويا رضا. الشباب هادو اللي راهم هنايا هما اللي طلبوا باش يكونوا اليوم مع رضا. أنا نقول لك رضا مرحبا بك في الحصة ديالك، دوكا هي ولات عندك حصة، اليوم أنا نخليها لك ونروح. الله يسلمك، مرحبا بك تاني عندنا. الله يحفظك. دونك لو بيت من هاد الحصة سكو في الروبورتاج اللي درناه اخي ابراهيم، اون ريسي بوكو دي ميل، اون ريسي بوكو دابيل من عند لي جون اللي قال لك نصحونا بزاف صوالح، منهم الانفستيسمون، منهم القرايه، منهم الشعبه اللي غادي يخيروها باش يوصلوا للمستقبل. دونك رانا هنا اليوم باش نجاوبوا شباب جزائري على كل الاسئله ونوضحوا لهم طريقه اختيار الشعبه اللي توصلهم لهدف الحياه. الحمد لله. دونك انا الان غادي نبدا لكم قصه تاع شاب جزائري عنده ام الله يبارك بمئة رجل الحمد لله اللي وقفت معاه ملي كان صغير. دونك هذا الشاب الجزائري كان صغير، كان في عمره 6 سنوات، الام تاعه داته للبحر ودايره جنان فوق راسها وتشوفه يعوم. الوالده تاعه كانت المعلمه تاعه في نفس الوقت، وهذا الطفل الصغير كان مجتهد الحمد لله. عندما بلغ سن 14 سنة عرف باللي راه وحده في هذا الموند، راه وحده في هذا العالم. إلا قلا يتكل على نفسه، كل شخص إلا قلا يتكل على نفسه باش ما يحصلش في الآخرين باللي بسببك ما طلعتش، ولا بسببك ما عرفتش، ولا بسببك ولا بسببك ولا بسببك. في 2008 هذا الشاب الجزائري كان في عمره 16 سنة، كان يغير من الشباب الآخرين اللي عندهم مواهب مثل بيانو، مثل جيتار، مثل اشياء كثيره. هذا الشاب الجزائري كان يخمم في طريقه باش يدير كل الاشياء هادو في لحظه، بصح هذه حاجه امبوسيبل اللي تي واحد من يجم يديرها. بصح انا امن بحاجه، سي تو فو تو بو، ا فورس دو فورجي اون ديفيان دي فورجيرون، سي فو با. الوغ هذا الشاب الجزائري عرف باللي الا قلا يغير نفسه لا يغير الله قوما حتى يغيرون ما بانفسهم. وكان عنده فرصه تعرف على فتاه صينيه اللي رجعتها بطل من جهه تاع المغال، باسكو كل شيء يتمشى على لو سيرفو. ابخي هذا الجون الجزائري فتح شركه بناء نجح الحمد لله. دونك هذا الشاب الجزائري من بعد ولا يسافر، تفتح من عقله، عرف ناس، تعلم اشياء كثيره، ولكن هذه الاشياء وحدهم ما يساعدوش باش الاخرين ولا 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 الاشخاص الذين هم اعلى مرتبه منه من جهه العمل يتقبلوه. الحمد لله. حيوا في هذا المنبر، حيوا خونا. كنقولوا خويا رضا تقدر تتاثر من الحكايه ديالك. هكا رضا. نعم. تأثر من الحكايه تاعك. نعم. هو كل شباب عنده طريق تاعو. نعم. انت طريق تاعك. نعم. جا هكا. نعم. من نوع هذا. نعم. الشيء. نعم. احنا كل شباب اللي راهو هنا. نعم. كل واحد عنده طريق ديالو كيفاش راح يكون. نعم. هكذا خويا رضا. نعم. انا الحمد لله الحمد لله نشكر ربي كل يوم على النعمه اللي عطاها لي، وربي ما عطانيش هذه النعمه على باطل، عطاني هذه النعمه باش نشاركها مع الناس، نعاون الناس، تحب لاخيك ما تحب لنفسك. الان سوف نتكلم على عقل الانسان. إذا أريد أن أتكلم على عقل الإنسان، أنا غادي أتكلم على من خلقه. أنا ندير كونفيونس في ربي اللي خلقني. ربي جامي خلق حاجة ماشي كاملة. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الإنسان إذا يركز في القرآن غادي يعرف بلي كاين حوايج كثيرة ينجم يعمل بها في حياته. ولكن إلا قلا يكون كما يقول لك شخص طيب، إلا يكون عنده قلب الله يبارك، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحمد لله. أنا بالنسبة لي فهمت باللي 90% الأخرى ربي خلاها لنا حنا نحلوا أبواب اللي تخلينا نستعملوا المساحات اللي في عقلنا باش نخلقوا دي لوجيسيال بوغ تو دوني دي ريزولتا سون ريفليشير. الحمد لله
اللي انا توصلت لها لحد الان. دوكا كي نشوفوا رضا راهو هنايا، حنا رانا في عند حسناوي هكا رضا. نعم هذا لا بلاص دو حسناوي. وجامع هكا شباب من هذا الشباب اللي يحبوك انت رضا، هذو الناس كاع يحبوك جاوا على جالك. الحمد لله. حنا كانوا كل يوم كل ما نبثوا كل ما نبثوا هذاك الروبورتاج اللي درناه يجينا اقبال كبير. عطونا رضا، قول رضا يعاوننا، قول رضا كيفاش يدير لنا. هم لك رضا، انا بالك راني نسالك كما هما تقدر تعطيهم نصيحه راهم قدامك كيفاش يقدر الانسان يبرسي في حياته. انا اللي سامحني اخ ابراهيم غادي ندخل معاهم في حديث مع الاشخاص اللي جاوا عندي. بارك الله فيكم. الان انا غادي نصفق عليكم. بارك الله فيكم، ميرسي بوكو، سان في ان غون بليزير. وبسببكم انتم الحمد لله اللي راني نقدم في حياتي الحمد لله، باسكو نعرف بلي كاين اشخاص راهم واقفين معايا الحمد لله، ومنهم العمال تاعي بارك الله فيكم، لانكم ديروا فينا كونفيونس وراكم تعاونوني في حياتي الشخصيه. ما من راني هنا وجامي يسمح فيكم. بارك الله فيكم. اذا اتحدث عن عقل الانسان سوف اتحدث عن شيء. اريد ان اسالكم سؤال وسوف اعطيكم امثله. الانسان ولا الشاب الجزائري اللي راه يركب في القارب ويروح لاوروبا ويموت، اسكو يدخل الجنه ولا النار؟ يدخل النار. علاه؟ باسكو يدير فتنه في البلاد، باسكو يشجع الشبان باش يحرقوا، باسكو يخالف القوانين، وهذه حاجه ربي ما يبغيهاش. هذاك الانسان، اسمحي لي اختي، نعم، قتل النفس متعمدا، لان هذا سويسيد، باسكو هذا ما يعرفش الغيبه، ما يعرفش اسكو غادي يوصل ولا ما يوصلش. غادي نسقسيكم سؤال اخر. الانسان اللي عايش باغ اكزومبل في البول نور وجامي يسمع بالاسلام، من يموت يدخل النار ولا الجنه؟ النار. علاه؟ باسكو ربي عطاه عقل باش يخمم. هذاك الانسان اللي حرق باش يروح لاوروبا غادي يقول الله سبحانه وتعالى، بالك يسقسي يقول انا علاه ما زدتش في سيتياسيون مليحه باش لا سيتياسيون تاعي ما تخلينيش نحرق ونروح لاوروبا. هل عندكم جواب؟ تفضل اخي تفضل. واهر واهر مرحبا. نعم. السلام عليكم. نعم. بخصوص السؤال اللي سأله الأخ. نعم. تاع الإنسان كيزيد في بيئة مش مسلمة ويوم القيامة يسأل غادي يصرى له مع الله عز وجل، هي على حسب نفسه والعلماء. يقول لك الإنسان ما يعرف بالإسلام، زاد كافر، قال كفر، عاش في الكفر، الله عز وجل يوم القيامة يدير امتحان. حنا الامتحان اللي امتحنا به الله عز وجل كاع في الدنيا هذه، والنعمة اللي عطاها لنا والدينا وراونا الإسلام، والإسلام راه نعمة كبيرة. زعما بنادم كيبغي يحمد ربي قبل الصحه يحمد ربي على الاسلام. الحمد لله. الله عز وجل يدير له امتحان تيتات كما نقولوا حنا، ومن بعد يبقى في رحمه الله. الحمد لله. ويا اخي العزيز، هذا الجواب اللي جاوبني به مين جا؟ اسكو انت خممت فيه ولا اسكو سمعته؟ انا ما نهضرش من راسي، اسكو كاين ناس كاين اهل اختصاص. نعم. انا هذا السؤال علماء يطرح. نعم. هذا السؤال مطرح لي في نفسي مع روحي. نعم. وبحثت عليه وهذا هو الجواب اللي لقيته. نعم الحمد لله. هذه الهضره تاع علماء تاع الناس هضرت، وهما متحملين. نعم. المسؤوليات على الكلام. الحمد لله. ولكن حنا عندنا عقل اللي خدموه نعرفوا، كل واحد عالم، كل واحد ينجم يعرف اشياء واحد اخرين يعرفوها. صح. الحمد لله. اسمح لي. أنا الدين في الدين. نعم. في الدين ما نهضروش بالفكر. نعم. نهضروا بالمنطق، نهضروا بالدين. نعم. شجاب. نعم. علي صلى الله عليه وسلم، نهضروا بالسنه، نهضروا بالقران. نعم. الله عز وجل ارسلنا انبياء وارسلنا الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام ما خلاش حاجه في الواو. الحمد لله. كاين مورا علماء، علماء هما اللي شغل هما اللي يهضروا، هما متحملين. الحمد لله. اما انا غادي نعطيك جواب باللي الرساله مع الوقت تتبدل. في واش؟ في واش؟ تبغي نعطيكم حاجه باش تعرفوها؟ يا با سوسي. دونك حنا غادي يكون نتسات في واحد مور واحد مور واحد مور واحد مور واحد، انت تقول كلمه للاول في الاخر ما توصلش هي تبدل. تبدل. نعم. شكرا اخي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. الحمد لله. الان غادي نولوا للموضوع تاعنا، للشخص اللي يسكن في البول نور وغادي يدخل الجهنم. علاه؟ ربي عطاه عقل باش يخمم. شكون اللي خلقك؟ شكون اللي خلق هذا الكون؟ شكون اللي دير القواعد هنا تاع الحياه؟ دونك كيما يتحاسب هذا غادي يتحاسب هذا. اذا الانسان يجتهد مع عقله وتمشى بلا لوجيك، تمشى بلا لوجيك، ابريسيي فيغ لا باغ دي شوز اي باسيونتي سورتو، يفو باسيونتي دون لا في. اوكي. انا
الحمد لله راني في هذه البلاصه الحمد لله، وفي المكانه تاعي في العمل كرجل اعمال الحمد لله، باسكو جابريسي فهمت المنطق. عندما كان عمري في عمري 16 سنه دوك فهمكم كيش. دوك انايا عندي مثال صديق يجي عندي للمنزل يعرضني يديني تعشى ويتهلا فيا ومنه 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 الحمد لله. كل يس اللي نشري اش نقول له هو ولا لا؟ لا لوجيك نقول له هو باسكو هو يديني تعشى سي نورمال، بصح انا من هو اللي نشري سي با نورمال. اما لهنا الى تكون كاين فيغ لا باغ دي شوز يا فوغ لا لوجيك دون لا في. دونك هذه هي يفو سورتو باسيونتي. الى انا نلقى انسان نجم ندي منه معلومه، نجم ندي من عنده اشياء كثيره، انا ما نروحش كما يقول لك نعامله كاشخاص اخرين، لان كل شخص في مرتبته، لكل مقام مقال. هذه هي انا النتيجه اللي تحصلت لها في حياتي هي جاريب الحمد لله دو اكسبلوزي لي بورت دو مون سيرفو بور لي يوتيليزي pour utiliser les espaces اللي خلاهم لي ربي الحمد لله pour créer des logiciels انا نقولهم دي لوجيسيال pour me donner des résultats sans réfléchir. وانتم على بالكم بها باغ اكزومبل اللي راهم يخدموا معايا على بالهم بها، بالك ما لقيتوهاش حام خاطر تعطوني مشكل نعطيك الحل في 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 جوج ثواني. غادي نعطيكم مثال نجم تفضلي معايا. نعم صافي قول لي الله يخليكم باسكو الانسان عزيز عليا الحمد لله. دونك هنا غادي نعطيكم مثال صرالنا شحال عندها اسبوعين كان عندها مشكل باغ اكزومبل في الشونتي مع ان بروموتور. حنا اوني دي كونستركتور اوكي، كان عنده انجينيور سون سيتي لي نو كيما يقول لك اونتر بارونتيز الحمد لله. دونك هذه هي دونك هذا المشكل قعدوا فيه بالك شهر ولا شهر ونصف، كل يوم يزيدهم حاجه قلع حاجه زيد حاجه قلع حاجه، وحنا ما نجموش نديروا حاجه اللي ما يقولها الناس باسكو هو اللي راقبنا. انا طلعت مدام عطيتك حل في ثانيتين قلت لهم حبس الخدمه، لان في طابق 10 كان طابقين قلت لهم ما غاديش يلقى اونتربريز اخرى تكمل له. لا لوجيك منطق الانسان اللي لاق لا يامن في نفسه. ميرسي بوكوم فوالا ما نجمش يحوس على اونتربريز اخرى. بارك الله فيك بارك الله فيك مدام سي لا لوجيك سي لا لوجيك هذه هي لا لوجيك. ابخي افورس دو فورجي اون ديفيان دي فورجيرون. الانسان الى ينجم يوصل باش يكسم العقل تاعه على زوج ولا ثلاثه ولا على اربعه تما يولي كما يقول لك عنده بورسونتاج تاع ذكاء اكثر من الـ من الـ من الـ من الناس العاديين اللي منهم اينشتاين عنده 35% يخمم بها. انا بور موا ا فورس دو فورجي اون ديفيان دي فورجور لا لوجيك. اما الانسان الى قلاه عندما باغ اكزومبل يقرا القران كما يقول لك يحب لاخيه ما لا يحب لنفسه، الى قلاه يتعامل مع الناس غايه، الى قلاه منا الى قلاه منا الى قلاه منا، هنا هذه ربي قالها باش تعرف تتعامل مع الكبير والصغير في ثانيه واحده بلا ما تتبدل الشخصيه تاعك بلا ما تتكبر بلا بزاف صوالح. اقل تولي تولفه كي يتعامل مع الاشخاص بلا ما يخمم. تما كل شيء راه في القران الحمد لله، كل شيء راه في القران. اسكو فوز افي دي كيسيون؟ بينطرح السؤال على الاخ رضا، كيفاش تتعامل مع اعداء النجاح؟ نتعامل مع اعداء النجاح بالسكسي. السلام عليكم خويا رضا. السلام ورحمه الله. السؤال تاعي هو تلقيت مشكل وكي درت لقيت سوليسيون وحليتها، بغيتك تلخص لي تحكي لنا هكا المشكل اللي طحت فيه وكيما نقولوا حنا سلكت راسك. باغ اكزومبل لا فاساد تاع لا بروموسيون امبيليير تاعي كنا نخدموا فيها اون بيير نوار كملت لنا، قلت لهم خلوا الوسط وديروا فيه ان في ما هذه هي فوالا. بون السلام عليكم
خونا العزيز والله صافي بليزير، فرحت من قلبي تشوف انسان نجح من والو نجح. عندي سؤال بغيت نسقسيك، افون كي كنت صغير لاج دو كي بجان كي بديت الحياه تاعك 17 طون 18 طون، شنو هما لي زيتاب اللي درتهم باش فورميت روحك باش صنعت هذا البنادم اللي نجح وخدم وكمل ومعياش وراه وين راه اليوم؟ الله يبارك. الاولى بديت بكمال الاجسام، سو فيرست اوف ايفريثينغ يو نو لايك اي بيجين with sport, you know, like I wasn't like perfect man, you know, like when I make sport, I get perfect body, you know. So others they accept me and they was like beautiful guy, you know, like everything on me is perfect. So I meet foreigner girl, she make me hero from zero. So I'm gonna tell you something, like if you don't appreciate the zero, you will never be hero. Okay, this is the first of everything. After that, you know how she make me hero? Not with money, not with like something. Yeah. So she make me a hero by his mind. Every time I was going out in the morning, she was making me like hero. I feel like I'm hero. When I go to take the project, you know, like I will take it, you know, like because I trust myself. Sometimes I don't take anything, but I'm happy to get in home. You know, like it's not same if you don't take anything and you are not happy to get in home, you know, like you will explode your mind. So because of the woman, she can make you successful or down. Okay, so I'm glad for Algerian woman, and I'm gonna tell her like advice, like please just let your husband go out in the morning happy, because we need him happy. If we see him happy, he will give us more and he will have like positive energy, understand? So thank you, the Algerian woman. بون السلام عليكم خويا رضا، ربي يحفظك على هاد كي جيت هنا معنا باش تفهمنا باش نقولوا منقولوا بيزنس مان لايك يو. بغيت نسقسي غير واحد الكيسيون. نعم. What is your opinion about sport in Algeria? About sport? Yes. About sport? You know, I think like some people, they are not making sports as sport. They are making sport because they are boring. You know, like, okay. You understand? Yes. I think like that. So, do you need solution or you have other question? Yeah, yes, please give me a solution. Like, we see our country doesn't support football, for example. Yeah, but do you think in Algeria, okay, but other sports? You ask me that the Algerian government, yes, they don't support us in the football game. I'm gonna tell you something. The football game, it's a hobby. It's not a job. Okay. هي هواية مش عمل. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية. If you have a time to make sport and run all the day, I prefer that. I go to learn every time something like for me. I can play guitar, I can play piano, I can speak Russian, I can speak Chinese, I'm a pilot, I have science business license, and now, in my age, 29 years old, I'm gonna stop work and I'm gonna enjoy my life. Yes. Okay? Thank you. You're welcome, sir. You're welcome. Salam alaikum. Salam atla. Donc, je voulais vous demander une question. Lucan, j'ai un ministre de la jeunesse. Vous ferez quoi ou là vous allez changer quoi? Nous lirons avec eux tous les jours. Je sais le problème qu'ils ont. Mais là, on va nous lire que les jeunes algériens n'ont pas un but dans la vie. Il a qu'à compléter le but de toi. Quand tu as un but, il a qu'à te concentrer sur le but de toi. Tu ne te lâches pas. Quelque chose sur le chemin qui te sépare de toi. Tu comprends? Je vais leur donner une femme algérienne mythique qui leur apprend des choses. Très bien. السلام عليكم. بون مسيو، شكون هي لا بيرسون اللي مدت لك ان كونساي وتمشي طبقت هذا الكونساي؟ مرتي الاولى. نشكرها اللي هي ردتني باطل، اللي علمتني كيف اتعامل، وجهت لي بدلت لي وجهه نظري في عده اشياء. يبارك. يفو فيغ لا باغ دي شوز. يبارك. الو نشكرها شكر جزيل والحمد لله. سلام. شو هما الصعوبات اللي واجهتهم في بداية المشوار تاعك؟
أنا كانت عندي شركة عمل وسميتها شركة صينية، ولكن الاسم صيني ولكن المدير ليس صيني. هذه الصعوبات اللي كانت عندي سيتون دينوميناسيون. اوكي الوغ ملي كنت نروح نحوس على المشاريع كانوا يقولوا لي انت جزائري ما عندكش صينيين. الوغ جيت اوبليجي باش نحوس على شريك ندخل معاه كصوره باش الناس يتقبلوني. هذه اللي قلتها له قبيله الاخي بلي كاين اشخاص يتقبلوك كصديق مي تكون تعمل، ما يتقبلوكش كصديق مي تكون بلا عامل، لانه الانسان يغليه ينظف المحيط تاعه باش يلقى علي من كما يقول كيركز يلقى صعوبات في الحياه. الحمد لله هذه هي الحمد لله. نشكر خاصة شكر جزيل لهذا الشخص، لأن مي كان في عمري 13 سنة ووراني أشياء كثيرة في الحياة. الحمد لله الحمد لله. وكما يقول لك أنا كنت مشروع تاعه في الحياة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخ رضا بغيت نسقسيك، اسكو كي كنت صغير كنت عارف روحك بلي غادي توصل لهذا؟ نعم. هاد الدرجة تاع الشهرة تاع الحمد لله النجاح تاعك؟ كان عندي بريسونتيمون في العقل الباطن تاعي عندما كنت صغير الحمد لله، لأن الشيء اللي صرا لي مع الوالدة عندما كنت في سن سادسة هو اللي غير لي وجهة نظري في عدة أشياء وفهمت بلي راني وحدي في هذا العالم، ثم يلاقني نجتهد الحمد لله. خونا رضا ديجا برافو بور سكو تو افي بور طون باركور بارك الله فيك. حنا عندنا اون كيسيون كومون سي كو اسكو كاين ان سيكري اون اي داكور كيل يا ان سيكري بور ريوسير باش تطلع بصح باش تقعد في الطوب اسكو سي لا ميم روسيت باش تقعد في الطوب؟ إذا كان عندك أشخاص اللي هما أصدقائك ما تتغيرش عليهم الفقراء تريح مع الفقير وتريح مع الوزير بنفس كما يقول لك اللباقة ونفس التواضع. هذه هي. بارك الله فيك يعطيك الصحة. بما أنك الأخ صغير تاعي الأخ تاعي الحمد لله غادي نبوزي عليك أون كيستيون صغيرة بصح صعيبة. بما أنك تكلمت على العقل الإنسان نعم هنا وفي الكتاب تاعك نعم السؤال هو اسكو لو سيرفو هيومان استادير يل بو ديباسي لو بورسونتاج اللي اعطيه لنا ربي؟ نعم اذا الانسان يعرف كيفاش قلت لك اسكو نجم نتحكم به 30% 40% 50%؟ نعم باسكو ربي جامي يفضل واحد على واحد، كل واحد يعطيه فرصه. هذه اللي قلتها لك اللي كان عايش في بول اللي ما سمعش بالاسلام واللي حرق كيف كيف هذا كان يلاق له يخمم باش يخرج من السيتياسيون تاعه باش ما يحرقش، وهذا كان يلاق له يخمم باش ما يدخلش النار. فاهم؟ الله يبارك. السلام عليكم، اولا نرحب بالشباب. السؤال هو ما هو المشروع اللي تقترح ليه للشباب اللي يقدروا يديروا فيك ثقه ويامنوك باش هما يافونسيو معاك باش تفتح لهم المجال باش يكون عندهم الكوراج باش صدر لي زيد تاعك يتطوروا بهم؟ يا اخي ديارك. انا نجم نعاونهم سطحيا ولكن اللي يزيد تاع النجاح خليهم نفس. صح بارك الله فيك بارك الله فيك حي بارك الله فيك. السلام عليكم، اسكو اصدقائك القدم راهم معك دروك؟ نعم واحد منهم كاين سي كمال كاين مسيو مهدي صابرينا فاطمه دونك نعم جاوب نعم. هذا السؤال تاعك اخي السؤال اللي غادي يطرح لك شنو تعلمت اليوم من هذه الحصه؟ تعلمت بزاف صوالح. منهم؟ جيب فيزا معك. انا نطلب من المحيط تاعي ومن الاصدقاء تاعي يدعموني جوسكا لافان ويديروا فيا كونفونس، لاني اي حاجه نديرها نديرها لسبب. وانا جاي شخص avant de parler je fais tourner ma langue pas dans ma bouche. الحمد لله merci beaucoup بارك الله فيكم. Everybody say yeah.